الشيخ كومارا يتدخل في الكره الماضيه العملود كره ثانيه امكانيه للحسنيه للوصول للمرمى عنده بكري ماني من الطرف الايمن ماني الكره العرضيه في منطقه الجزاء الحكم يقول وصل اللاعب لكن التغطيه حاضره الاعاده لكره بكري ماني اين امين بكري ماني الاعاده لكره بكري ماني دخل مدافع الوداد والحكم يطالب بمواصلة اللعب نبيل برقية يطلب من يحيى عطي الله الانتظار إلى حين التأكد مما حدث في الكرة الماضية والمباراة تصل للدقيقة 30 منها والوداد متقدم في النتيجة هدف لصفر هدف رضا الجعدي نبيل برقية في حديث مع طاقم الفار السيد داكر الطيط الذي يتولى مهام قيادة هذه المباراة من نقطة الفار نبيل برقية يقول لهم واصلوا اللعب